مصر قادرة على من وضع لا شيء شيء. يعني احنا في الفترة الأخيرة بدأنا مؤخرا، يمكن في الكام سنة الأخيرة، سمعنا عن السياحة العلاجية، السياحة الدينية، السياحة الثقافية، سياحة المؤتمرات كمان بقت دي موجودة. بقينا احنا النهاردة بنعمل زي ما بيقولوا من لا شيء شيء. يعني احنا بنحاول نفكر اوت اوف بوكس زي ما بيقولوا، بنحاول نبتكر، وده اللي حصل دلوقتي. احنا بقى عندنا انواع جديده من السياحات، جميع دول العالم بدات ان هي تطل على مصر وبدات تنفذ ده عندها دلوقتي. شوفي، احنا عندنا حاجه اسمها الاجنده السياحيه. الاجنده السياحيه دي اللي هي 365 يوم، عشان المشاهد يبقى فاهم القصه، بنوزع الفعاليات بتاعتنا خلال هذه الاجنده السياحيه السنويه. وبالتالي انا مهم جدا اتنوع زي ما حضرتك قلتي في كل انواع انماط السياحه اللي موجوده، سواء حتى نضيف عليها السياحه البيئيه، السياحه الرياضيه، وغيرها من الانواع السياحه. وبالتالي انا دايما بشتغل على هذه الاجنده. وكمان احنا بدانا نشوف النهارده، يعني محافظه السويس من اسبوع فات كانت عامله مهرجان وكرنفالات في الشوارع احتفالا بالعيد القومي لمحافظة السويس. ده نقطة مهمة جدا. يمكن اتمنى ان السادة المحافظين يتخذوا نفس الاتجاه، لان احنا شفنا محافظة البحر الاحمر اشتغلت في الملف ده بشكل كبير جدا، محافظة جنوب سيناء اشتغلت في الملف ده بشكل كويس جدا، محافظة الفيوم بدأت تشتغل فيه، وبشوف النهاردة بتنضم ليها محافظة السويس. اتمنى كل المحافظات، لو انا السياحة الداخلية مهمة لا طبعا. بغض النظر السياحة الداخلية، هو انا لما اجي العيد القومي بتاعي الاسبوع ده اعمل كرنفالات واحتفالات في الشوارع وفنون شعبيه، ما هو ده عنصر جاذب للسياحه. اقدر انا كمان انظم لي رحله سياحيه للسواح، اقول لهم ايه رايكم نعمل اوفر دي، نقضي يوم جميل في المحافظه الفلانيه عندها احتفالات عيد قومي وهكذا. واحنا بنشوف ده في الهند، وبنشوف ده في اسبانيا، بنشوف احتفالات بالطماطم واحتفالات بالالوان واحتفالات بيقعدوا اعياد كل يوم، في اعياد وابتكارات اي مناسبه تجذب السياحه، وده مهم جدا. والأهم كمان المنافسة ما بين المحافظات بعضها البعض في جذب أكبر عدد من السواح للمحافظة بتاعتهم، وده هيساعد بشكل كبير جدا مع وزارة السياحة وهيئة التنشيط. طب أخبار المتحف المصري إيه بقى؟ طالما بنتكلم على الافتتاحات، هل المتحف المصري دلوقتي جاهز على ان هو يتم افتتاحه، ولا حضرتك شايف ان لسه بينقصه شيء؟ لا جاهز طبعا، وشفنا رئيس الوزراء حضر بنفسه الافتتاح التجريبي للمتحف، وبدانا النهارده بنعمل تشغيل لكل التكنولوجيا اللي احنا اضفناها في هذا المتحف عشان نطمن على التشغيل قبل الافتتاح الرسمي. والحمد لله متوقع انت يكون افتتاحه الرسمي ده في ايد قرار القياده السياسيه. لسه مفيش اي يعني بحس ايه، القياده السياسيه هي اللي بتختار الوقت المناسب للافتتاح. لان حضرتك القصه مش افتتاح، القصه في ده يعني حفل اسطوري هيكون موجود، في دعوات للملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات في كل دول العالم الصديق ان هو يحضر هذه المناسبه وهذا الافتتاح، ويكون على راسه طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل ده محتاج ترتيبات، وده طبعا في ايد القرار القياده السياسيه، لكن احنا في القطاع السياحي والمتحف جاهز. طيب لو اتكلمنا على اثار مصر، طبعا هنتكلم على ان اجدادنا الفراعنه في الحقيقه سايبين لنا كنز لم ينتهي. كل يوم بنكتشف اماكن اثريه جديده، كل يوم بنلاقي حاجات جديده، سواء بقى في المنيا، في سوهاج، في بني سويف، فكل يوم احنا بنكتشف اثار جديده. شايف ده بينعكس بقى على السياحه المصريه ازاي؟ اولا كل ما بنكتشف شيء جديد طبعا بيبقى الاعلام العالمي بيتابع هذه الاكتشافات، وبالتالي بيبقى في وسائل الصحف والمجلات ووسائل الاعلام اللي موجوده، ده يعتبر دعايه مهمه جدا لمصر، وايضا اضافه جديده للبرامج السياحيه والزيارات اللي انا اقدر اشتغل عليها في ملف رحلاتي السياحيه. فالنهارده لما بنشوف مثلا اكتشاف المومياوات في منطقه سقاره، عدد ضخم جدا، وبالتالي هناك تساؤلات، عايزين نشوف هذا المكان ونعمل زياره ليه، وبالتالي انا اقدر اعمل كشركه سياحه رحله لهذا المكان، وبالتالي ممكن اقيم ليله او اكتر في المناطق الفنادق المحيطه في هذا المكان، فبالتالي انا بزود الرصيد بتاعي من الرحلات، وبزود رصيدي من عدد الغرف السياحيه اللي انا اقدر استقبل فيها اعداد كبيره، والليالي السياحيه، كل ده تعتبر طبعا اضافات مهمه جدا. يعني بيخلي كل مكان عندك المعروض كتير، كل مكان عندك مساحه كبيره في استقبال اعداد اكبر من السواح، واللي شاف ده الرحله دي ممكن الرحله اللي بعديها نرتب له زياره في مكان تاني.